وإن كان يغلبنا الحزن طبعا، ولكن هتعذرونا لأنه كلكم أكيد زعلانين زينا. فاسمحوا لنا النهارده أيضا إنه يعني نعي برضو آخر للأسف، وهو موت الكبير الراحل الإعلامي الكبير نادر دياب مذيع الأخبار بالتلفزيون المصري، الوجه الذي نعرفه الحقيقة منذ الصبا، ويمكن دخل كل بيوتنا طبعا كواحد من أبرز قراء نشرات الأخبار ومن أبرز الإعلاميين في التلفزيون المصري. طبعا الخبر كان النهاردة الصبح وفوجعنا جميعا، وتم تشييع جنازته في مصر الجديدة. الإعلام الكبير تميز الحقيقة بطلة فريدة، وأنا شخصيا كمذيع أخبار أعتبر نفسي من تلامذته، لأني لا أنسى هذا الصوت الرخيم الجميل وهذا الأداء الانسيابي اللي شجعنا أيضا أن احنا كمان نكون مذيعين أخبار. وأنا اشتغلت في التلفزيون المصري وأعلم قيمة هذا الرجل، ربنا يرحمه ويحسن إليه القدير الراحل نادر دياب. لكن خلونا نقرب منه أكتر إنسانيا ومهنيا، واسمحوا لنا أنه احنا أيضا نستقبل واحد من كبار الإعلاميين، الإعلامي الكبير والقدير وأستاذي وحتى لم أرى، هو الإعلامي الكبير مسعد أبو ليلى. أهلا بك يا فندم، يسعدنا وجودك معانا، وإن كان نعزيك أيضا ونعزي أنفسنا. أهلا بك حسام، طبعا احنا أشكرك يعني، واحنا بنعزي أنفسنا زي ما أنت بتقول في زميلنا العزيز والإعلام الكبير نادي دياب، اللي احنا فوجعنا النهاردة بخبر وفاته الله يرحمه. وإحنا بنعزي أنفسنا وبنعزي الفترة الإعلامية في فقدنا الغالي العزيز نادر دياب، اللي كان لما تأديت بعض من ملامحه فعلا كان شخصية يعني مقبلة على الحياة، هي باش دايما باش الوجه مرح مجتهد في عمله، محب لزمايله، رحلة طويلة الحقيقة مع نادر دياب الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه. مهنيا أيضا للأجيال اللي ما عاشتش أو الأجيال الجديدة، وإحنا يعني نأمل من الله أن نكون امتداد لعظمة هذا الجيل اللي حضرتك أبرز وجوهه، تقوله إيه مهنيا أيضا عن الراحل القدير الإعلامي القدير نادر دياب؟ نادر سواء من حيث المظهر أو التظاهر أو زي ما بنقول الشكل والمضمون، كان مميز وكان له طلة مميزة، كان من حيث الشكل بالحسنة اللي كانت تميز وجهه بابتسامته بخطوطه، بالإضافة إلى طريقته في رأي النشرة كان له طابع مميز يعني، كان له أبرز وجوه التاسعة يعني طوال سنوات طويلة. صحيح. فنادر تزاملنا وتشاركنا في إذاعات كتير، في شغل كتير إعلامي، سواء في نشرات الأخبار، في إخبارية، في تغطيات إخبارية على الهواء يعني في الإذاعات الخارجية. يعني رحلة برنامج أنباء وصحف أيضا كان برنامج شهير طوال سنوات. أيوة لا ومنساش ده صحيح، لكن هو برضو شارك معانا طبعا عمل أكيد كبير في مثلا برنامج صباح الخير طبعا، يعني انطلاقه صباح الخير يا مصر، وغيرها من البرامج الكبير يعني شارك فيها نادر. و والحقيقه ترك فينا يعني فعلا فقدنا النهارده احنا يعني عقد كبير من الاعلاميين والمهنيين بنفتقدهم الحقيقه، فكل واحد بيرحل بيمثل خساره كبيره وفقدان عزيز عليه. ندعو له بالرحمه ويبقى الاثر ان شاء الله دائما. أنا بعزيك مرة تانية وبعزي أسرة التلفزيون المصري وبعزي كل الإعلاميين وعزي نفسي أيضا، كنت أراه يعني مثلا أعلى. أنا بشكرك، وهي رحلة طويلة يعني نترحم على من سبقونا ونشيد بالأجيال، وإحنا طبعا سلسلة بنسلم بعضنا وربنا يبارك في الموضوع.
أشكرك مرة أخرى الإعلامي الكبير مسعد أبو ليلى، شكرا جزيلا.